وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. الله سنجا أطاعت كان دمك آخرت دياردن تلبقل آخرتن نصيبين دائم تلبد بولغن، لكن دنيا دك نصيبين هم أنتما. الله سنجا يحشلق لجندك سن هم باشلق يحشلق ل. Yer yuzi bo'ylab buzg'unchilikni talab qilma, yoyma. Albatta Alloh taolo buzg'unchilik qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Imom Shavkoniy ushbu oyatdagi va ahsin kama ahsanallohu ilayk qismiga ma'no beryaptilar. Va ahsin va yaxshilik qil, Alloh senga yaxshilik qilganidek. Shu ma'noni Imom Shavkoniy aytayaptilarki, أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك. الله سنجا يحشلق قلقنا ديك سن الله نين بندلرغا يحشلق قل. الله نين بزغا بغان يحشلق بزغا جوابمز الله نين بندلرغا يحشلق مزلن بولركن برادرلر.